الهلال الأحمر الفلسطيني اللي بدأ بالفعل يتسلم دفعة من المساعدات المصرية، واستمرارية لتدفق المساعدات من جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة من خلال منفذ رفح. تم إدخال 48 شاحنة من المساعدات المتنوعة، ده من يوم تحديدا في يوم 29/10، يعني احنا بنتكلم على النهاردة. طيب يعني عدد الشاحنات أصبح بالفعل بندخل في إطار التزايد عن 21 شاحنة، وده تاني بنقدر نقول إنه هو تكليل فعلا لجهد وإصرار وحسم وحزم مصري بهذا الشأن. مصر بتواصل هذه الجهود علشان نضمن استمرار دخول المساعدات لقطاع غزة. مصر بتشتغل على زيادة تلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين في القطاع. مصر دلوقتي بترتب لإدخال 60 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة غدا إن شاء الله 30 أكتوبر. معانا على التليفون الأستاذ عصام عبد الرحمن، مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي. أهلا بيك. أهلا بحضرتك أستاذ يوسف، وأهلا بكل السادة المشاهدين. أستاذ عصام، إحنا النهاردة دخلنا 47 شاحنة، مظبوط؟ بالظبط، والحقيقة دول بيضافوا لكم الشاحنات اللي دخل على مدار الأسبوع الماضي بداية من يوم السبت. والحقيقة يعني أنا عايز بس أوصل النقاش الرائع اللي كان ما بين الضيفة السابقة بأنه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وهو بيستجيب لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم أهالينا في غزة، كان هو كمان بيرسم ملحمة إنسانية من خلال قياداته ومن خلال مؤسساته ومن خلال شبابه المتطوع طبعا. من خلال العمل في المحافظات على مدار الساعة، ومن خلال إتاحة الفرصة لكل الشعب المصري أنه يدعم، وكمان من خلال يعني وقوف الشباب المصري اللي بيعبر عن كل الشعب المصري، وقوفه أمام المعبر واعتصار إصرار بعزيمة مؤكدة على أنه لازم هذه المساعدات تدخل، ويعني أيا كان ما تتحملونه من عناء. خليني هروح على التحضيرات لشاحنات الغد، واللي احنا بنتكلم فيه وصححنا أنه تقريبا في تجهيز لستين شاحنة يدخلوا بدءا من الغد إن شاء الله. هو الحقيقة يعني عدد الشاحنات إن شاء الله يبقى البداية ب60، هو جسر بري متواصل من كل الشعب المصري لأهالينا لدعم أهالينا في غزة. الفكرة بس حضرتك يوسف، إحنا شايفين التعنت الإسرائيلي في دخول كل المساعدات، وشايفين كمان في المقابل احتياج ملح لبعض الاحتياج نوعي في الدعم لأهالينا في غزة. عشان كده التحالف طور من أدواته وبدأ يشتغل على قائمة أولويات في الدعم والمساعدات، بمعنى بنشتغل في المساعدات الطبية على أهم الأدوية اللي مطلوبة بشكل ملح وتنقذ حياة المرضى الآن في قطاع غزة، أدوية المضادات الحيوية وأدوية الجروح من الدرجة الأولى والثانية، ومستلزمات غرف العمليات ومستلزمات الكسور والجروح العميقة، كل دي أولوية قصوى للتحالف في مجال الدعم الطبي. بالتوازي مع ده غيرنا بشكل نوعي كمان في طبيعة المساعدات الغذائية اللي بنحضرها عشان توصل لأهالينا في غزة. استغنينا عن الشكل التقليدي للمساعدات الغذائية، استبدلناه بنوعية مواد غذائية تلبي الاحتياج الغذائي لأهالينا، وفي نفس الوقت كمان تبقى مناسبة لطبيعة الحياة وطبيعة الظرف الاستثنائي اللي هم وبالتالي تبقى سهلة الاستخدام، سريعة التحضير، أو قول حتى جاهزة التحضير يعني قدر الاستطاعة، بحيث الناس تقدر أنها تستخدمها في ظل هذا الوضع المؤسف اللي موجود. احنا بنتكلم على ناس ما عندهاش لا مية ولا في عندها طاقة ولا في عندها أي شيء على الإطلاق، جانبا إلى طبعا احتياجهم المستمر للمستلزمات الطبية الضرورية جدا يعني حتى لإنقاذ الباقية من الجرحى اللي موجودين، وللأسف الشديد اللي كتير جدا منهم من هؤلاء المصابين والجرحى بيرتقون شهداء يوم بعد يوم نتيجة هذه الجراح. أشكرك جدا أستاذ عصام عبد الرحمن، مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.